ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق نادي الزمالك اللي بدأ تدريباته مبارح على ملعب شهداء بنينة في ليبيا استعدادا لمباراة المريخ السوداني اللي هتتلعب بكرة ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. اتصدر أحمد فتوح ظهير أيسر فريق نادي الزمالك أبرز 6 غيابات عن قائمة الفريق اللي بتستعد لمواجهة المريخ السوداني، وهيغيب عن الزمالك محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لعدم الجاهزية، بالإضافة لمصطفى الزناري للإصابة بشد في العضلة الخلفية. كمان هيغيب السيد عطية ومحمد حسام بيسو وعبد الله محمد لأسباب فنية. إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي أكد أنه سعيد وفخور بالانضمام لأسرة فريق ميتلاند، وأكد كمان أنه ما نساش دور نادي الزمالك وجماهيره في تطوير مستقبله ودعمه المستمر. وقال عاشور على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فخور بانضمامه لميتلاند وإلى هذه الأسرة الجميلة. لا يمكن كمان أن أنسى دور نادي الزمالك والجماهير في تطوير مستقبلي وفي دعمهم المستمر. وأحرز الرامي المصري عزمي محلبة الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات بطولة قطر المفتوحة للخرطوش واللي استضافتها ميادين لوسيال للرماية خلال الفترة من 13 ولحد 20 فبراير بمشاركة 156 رامي ورامية مثلوا 52 دولة من كل أنحاء العالم. الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي عن مباريتين وديتين لأسود الأطلسي في أول ظهور بعد إنجاز بطولة كأس العالم 2022، وهيلعب منتخب المغرب الودية الأولى قدام البرازيل على ملعب طنجة، وهيخوض اللقاء الودي الثاني ضد بيرو يوم 28 مارس في مدريد. فريق ريال مدريد حقق فوز كبير على فريق إلشي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني، وجات رباعية الريال عن طريق ماركو أساسينيو وكريم بنزيما اللي حققوا هدفين من ضربتين جزاء، وبالنتيجة دي طبعا ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، وفريق إلشي في آخر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقط. خسر تشيلسي الإنجليزي من فريق بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين مبارح على ملعب سيجنال بارك ضمن منافسات الذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. حقق بنفيكا البرتغالي الفوز على فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. فاز نادي مانشستر سيتي على أرسنال بنتيجة 3-1 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت على ملعب استاد الإمارات في قمة قوية لفك الاشتباك على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وده ضمن مؤجلات الجولة الـ 12 من مسابقة البريمير ليج للموسم الحالي. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع منا وشاذلي.